المصنع تاع تركيب السيارات، يعني انه جزائريين تم تكوينهم على مستوى شركة فيات في إيطاليا، اليوم هم اللي راهم قايمين يقوموا بعملية تاع التركيب. هاد الشباب نتاعنا اللي تم تكوينهم كذلك هم اليوم يقوموا بعملية تاع تكوين نتاع فريق ثاني كذلك في لعملية التركيب، وهذا شيء يعني أفرحنا وأفلج صدورنا. أيادي جزائرية يعني من خريجي سواء المعهد نتاع التكوين المهني بالسينيا، وكذلك اللي الكل يعلم باللي باش يعني كاين 600 يعني تقني من هذا المعهد هذا اللي تم التعاقد يعني مع شركه فيات، وكذلك في يعني اطارات حتى من الجامعه. هذا كمرحله اولى. في المرحله الثانيه كذلك التي سيتم توسيع كذلك يعني توسيع المصنع في حد ذاته، وكذلك اضافه الى كذلك يعني ادراج عمال وتقنيين ومهندسين جدد في هذه العمليه هذه. نظن باللي باش هذا المصنع هذا كما قلت راه يخلق حركيه اقتصاديه كبيره على مستوى المنطقه الصناعيه وعلى مستوى ولايه وهران، وكذلك بدون شك انه سيساهم كذلك من تقليص يعني البطاله وادراج شبابنا خاصه حاملي الشهادات وكذلك المتربصين والمتكونين على مستوى التكوين المهني.